الرحمن الرحيم. لقد قامت كتيبة العمري في فجر هذا اليوم الموافق 13/11/2011 بعملية نوعية، وذلك بالهجوم على أحد الحواجز التابعة لكتائب الأسد وشبيحته، وذلك في المنطقة الواقعة فوق جسر خربت غزالة على استراد دمشق درعا. وقد أسفرت هذه العملية عن مقتل من 25 إلى 30 من عناصر كتائب الأسد، كما أدت إلى جرح 2 من مقاتلي كتيبة العمري، المجند أنس الخضر والرقيب تمام القطاعنة. عاشت سوريا حرة أبية. النصر للشعب السوري الحر. النقيب قيس القطاعنة قائد كتيبة العمري.